أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، من مشروع الكركديه إلى مشروع العصير. مشاريع لم تنجح قام بها عامر في حلقة اليوم من شباب البومب بعد نصائح الشباب. الشباب طبعا اعتمدوا بأفكارهم على الترندات والسوشيال ميديا إلى أن وصلوا إلى فكرة موقع هبة عامر مع الجاكيتات الكروهات، والذي بالفعل لاقى إقبالا بالأول. مسلسل شباب البومب مسلسل رائع كوميدي ساخر، يتناول قضايا مجتمعية بأسلوب متميز ورائع. فريق عمل ممتاز ينال إعجاب الملايين والأكثر مشاهدة ومتابعة في الوطن العربي. شكرا لكم فريق عمل شباب البومب، أمتعتونا في رمضان.